ينضم إلينا من القاهرة محمد ربيع الديهي، باحث في العلاقات الدولية والتركية. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد هل تسمعني؟ أيوة فندم حضرتك. أهلا بك أستاذ محمد. يعني في ظل تصاعد التوتر الحاصل في شرق المتوسط بسبب الانتهاكات التركية، اليونان تعزز قدراتها العسكرية بدعم فرنسي أمريكي. هذا التعزيز هل يشي باحتمالية نشوب مواجهة عسكرية مع تركيا شرق المتوسط؟ في الواقع يعني هذه التعزيزات تأتي في إطار المخاوف الدولية من التصعيد التركي، وخاصة أن تركيا الآن باتت تهدد الاستقرار في المنطقة، وخاصة في منطقة شرق المتوسط بتصدير على الغاز. ربما كان الأمس هناك اجتماع مع روسيا حول إدلب في تركيا وفشلت هذه المفاوضات، والآن الدول الأوروبية والدول الغربية لديها مخاوف مما تفعله تركيا يعني في ظل أردوغان وفي ظل سياسات أردوغان التدخلية. هناك أيضا مخاوف من احتماليات وجود نظام عسكري أو استخدام تركيا للقوة في شرق المتوسط، وظهر هذا ربما خلال الشهر الماضي أو قبله حينما رفعت الولايات المتحدة حظر التسليح عن قبرص. هذا كله يأتي في إطار وجود مخاوف واحتمالات للتصعيد العسكري في منطقة شرق المتوسط، وخاصة أن أهمية الغاز ليس فقط مسؤولية يعني حمايتها، تتحمل مسؤوليتها هذه الدول التي يقع فيها الغاز في شرق المتوسط، وإنما أيضا تأتي دول لها مصالح ولها يعني تخشى على مصالحها في المنطقة أو تخشى على تحكم التركي في الغاز في المتوسط. لذلك تأتي هذه الدول للضغط ومحاولة يعني ضبط ميزان القوى في المنطقة وإرجاع تركيا وأردوغان عن هذه السياسات التي أصبحت الآن. طيب يعني أستاذ محمد، بالإضافة إلى ما ذكرت للولايات المتحدة رفعت حظر التسليح عن قبرص، أيضا اليونان أعادت تفعيل اتفاقها العسكري الدفاعي مع الولايات المتحدة. يعني هنا ما الدور المنوط بحلف الناتو؟ لأنه كما تعلم تركيا واليونان وأمريكا أعضاء بالحلف. من المؤكد يعني هو حلف الناتو يعني ربما الآن هو وصف نحر عليه صحيح حينما قال أن الحزب حلف الناتو مصاب بالسكتة الدماغية، لأن نصاص واتفاقية الحلف تمنع الدول الأعضاء من الاقتتال أو دخول الحلف في قتال مباشر مع دولة عضو. لذلك الحلف لا يستطيع التدخل عسكريا ضد تركيا، ولكن هناك الآن مؤشرات تشير إلى احتمالية وجود تصادم بين هذه الدول وتركيا، لأن الآن تركيا باتت عنصر مزعزع للأمن والاستقرار الدولي، أيضا باتت تصدر الإرهاب، باتت تشكل خطر مباشر على دول حلف الناتو وعلى مصالح هذه الدول، وأيضا تشكل تهديد مباشر للاتحاد الأوروبي. تصدير الإرهاب الآن إلى ليبيا والمرتزقة المتواجدون في ليبيا، والجميع يرى هذا ويرى كيف يصدر أردوغان وينقل هؤلاء المرتزقة إلى الداخل الليبي من سوريا. كل هذه أمور تؤدي إلى تأجيج ومخاوف لدى الدول، لذلك هناك احتمالات للصدام ربما يكون بين الدول. نعم وضحت هذه الفكرة أستاذ محمد. بالنسبة للدور الفرنسي، يتساءل كثيرون عن هذا الدور في الصراع على مكامن الطاقة في شرق المتوسط، خاصة بعد أن أرسلت اليونان فرقاطة بمهمة مشتركة مع حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في المنطقة، إضافة إلى توجه اليونان الآن لشراء صواريخ وفرقاطتين من فرنسا. من المؤكد فرنسا سيكون لها دور في هذه الأمور كلها، وخاصة أن هناك صدام بين القيادتين في الدول. فماكرون يرى أن أردوغان بات الآن مهدد للاستقرار حلف الناتو وللدول الأوروبية، لذلك يطالب دائما بخروج تركيا من حلف الناتو وبطرد وتجديد عقوبات على تركيا. من المؤكد أن الآن الحلف الناتو بات هناك به مشاكل كثيرة، وكذلك يعني الدول الأوروبية لها مشاكل، وخاصة إن كان هناك أغلبية ترفض ما تفعله تركيا الآن لأنها تتهدد هذه المصالح. أيضا يعني هناك يعني طموح ومصالح فرنسية في شرق المتوسط وفي الغاز، وخاصة كنا نتحدث على أن هناك شركات للغاز الفرنسي متواجدة في شرق المتوسط، تأتي التدخل التركي في هذا الملف أو استعمال القوى لتهديد مباشر لهذه الشركات، وربما يضر أيضا باستقرار فرنسا أو قوة هذه الشركات. لذلك فرنسا تعمل على تسليح وتقوية هذه الدول، وخاصة أو أيضا بالإضافة إلى الولايات المتحدة كما أشرت حضرتك التي قامت يعني توقيع اتفاقية مع اليونان للحماية والدفاع وغيرها،
في هذه الامور تاتي في ظل مساوئ دوليه، وربما تكون اليونان وقبرص في المستقبل هي خط الدفاع الاول في مواجهه تركيا، وخاصه ان ظل السلوك التركي الان مهدد للاستقرار والامن الدولي في العالم وفي المنطقه. أشكرك جزيل الشكر الباحث في العلاقات الدولية والتركية الأستاذ محمد ربيع الديهي، كنت معنا مباشرة من القاهرة.